الألم ده نعمة من عند ربنا، نعمة والله. شوف الناس بتزعل من الألم، آي موجوع يا رب اشفيني، طبعا ربنا يشفيه بس ده نعمة. تخيلوا معايا مريض زي ده بدون ألم، تخيلوا معايا واحد زي ده بتلتهب وهتنفجر ومش موجوع، مش تبقى كارثة؟ تخيلوا معايا الحالة دي لو هو فعلا ذبحة صدرية فعلا ومفيش ألم. وعلى فكرة عندنا نوع من أنواع قصور الدورة الدجية بدون ألم، أخطر نوع. يعني ما يعرفش هيروح يكشف ليه إذا كان مش موجوع، إلا لو كان واعي جدا جدا بيقولك طمني يا دكتور طمني، أقوم أعمل له رسم قلب وأعمل له أقول له آه